انت امتى بداتي تحسي ان انت عايزه تلعبي تنس، او ان اللعبه دي هي بالنسبه لك اللي انت حابه ان انت تكملي فيها؟ لا، هو انا ابتديت تنس وانا عندي 5 سنين اصلا. ما لعبتش رياضات تانية، لعبت جمباز بس عشان التنس افتر يعني. بس اختي هي اللي لعبت كل حاجه. اختي كانت بقى من انواع الاطفال اللي بيجربوا شهرين هنا وشهرين هنا وبتاع. فعلى حظي كان عندها 8 سنين لما لعبت تنس فلعبت. فبس ما خرجتش بقى من ساعتها. لعبت فيها بقى من ساعتها. من ساعتها انا بلعب تنس يعني، ما وقفتش خالص. من البدايه في نادي الصيد؟ من البدايه والنهايه هتبقى في نادي الصيد برضه ان شاء الله. انا لويل قوي للنادي او للبراند او حتى سبونسرز، فانا لويل شويه. بنت النادي؟ قوي يعني. في النادي بقى. دي كانت البدايه بقى. دي كانت البدايه. سنين. طبعا. وبعد كده اول بطوله شاركت فيها بقى كان الناشئين، كان عندك كام سنه؟ ابتديت العب بطولات وانا عندي 10 12 12 سنه في مصر. بعدين بابايا سفرني. بابايا هو طبعا يعني السبورت، طبعا لو قعدت اتكلم من هنا بعد كده في اهلي، فاعتقد كل البروفيشنال اتليتس يعني الفضل الاول والاخير بيجي على اهلهم طبعا. اكيد طبعا. بابايا هو اللي سفرني اول بطوله ليا وانا عندي 12 سنه بره مصر. قال لي شوف هي فين، في نتعب يعني ولا نسيبها. فبس رحت اخدت البطوله هناك ما شاء الله. وكنت تحت 14 سنه، كنت من ضمن الثمانيه الاوائل على اوروبا. فهو بقى كسبت الافريقيه وكده وثق بقى ان انت كده خلاص بقى خلاص نشقى يعني نجري وراها شويه. يعني الحمد لله.